صباح الخير، حلقة جديدة من أخبار الصباح ليوم الجمعة 11 أذار. لا ترحيل ولا مطمر ولا معمل تدوير، والنفايات باقية. محطة مع التطوير بخدمات الاتصالات، ونهلة مع زميلتنا مريم الحاج وغيرها من التقارير. أما ضيفنا لليوم فهو الدكتور جوزيف مكرزل، المسؤول الإعلامي برابطة أساتذة التعليم الثانوي والمتقاعدين، لنحكي معه عن المشاكل يلي عم بيعاني منها الأستاذ المتقاعد بلبنان. ولكن قبل ما نطلع على تفاصيل حلقتنا، وقفتنا دايما بتكون مع اتصالنا مع مصلحة الأرصاد الجوية، والأستاذ محمد كنج معنا على الخط لناخذ منه التفاصيل عن طقس اليوم وكيف رح بيكون خلال الويك إند. أستاذ محمد صباح الخير. يا هلا، صباح النور، كيفك؟ ماشي الحال الحمد لله. الطقس كيف رح بيكون اليوم وممكن يتغير خلال الويك إند؟ هلا بالنسبة للطقس، عندنا طقس مستقر إجمالا على الحوض الشرقي المتوسط، حيضل مستمر لنهار الأحد. تنام ببلش عنا أمطار. بالنسبة لطقسنا اليوم، قليل الغيوم إجمالا، عنا انخفاض بسيط درجات الحرارة وضباب على المرتفعات أحيانا. السبت بكرة مكفي قليل الغيوم، بيتحول تدريجيا بعد الظهر لغائم بسحب مرتفعة مع عودة درجات الحرارة بالارتفاع، والهواء حيكون ناشط شوي. الأحد غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، عندنا ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، بهالشي بيؤدي لظهور طبقات من الغبار بالأجواء. الحرارة تبلش تنخفض تدريجيا بفترة المسائية، بيتحول الطقس خلال الليل لغائم وبتصبح الأجواء مهيئة لتساقط أمطار خفيفة. هيدا مع بداية الأسبوع لنهار الثاني. بالنسبة لليوم درجات الحرارة أستاذ محمد قبل ما نختم؟ اوكي، بالنسبة لليوم على الساحل عم تكون درجة الحرارة معدلة بين 11 وال 20 درجة، فوق الجبال من 9 ل 14 درجة، بالأرز من 5 إلى 10، وبالمناطق الداخلية من 9 درجات ل 19 درجة. نعم. بالرطوبة عم تكون بين 60 و80%، وحرارة سطح المية 20 درجة. اوكي، نحن بنتشكرك على هالمعلومات، بنتمنى لك نهار جمعة حلو كمان ويك إند حلو، أهلا فيك. رح ننتقل هلا لعند جوال لناخذ فكره عن عناوين صحف بيروت لصباح يوم الجمعه. جوال صباح الخير. مرحبا بيارات لك للمشاهدين اللي عم بيتابعونا. بجوله سريعه رح نعرف شو كتبت الصحف اليوم بعناوينها. إذا اليوم الجمعة 11 أذار بنبدأ مثل العادة مع عناوين صحيفة النهار. ضربة استباقية جديدة للجيش خلف الخطوط. الحريري، انتخاب الرئيس قريبا في نيسان. أهوجي، العملية رسالة إلى القاسي والداني حول إرادة الجيش. اجتماع ثالث اليوم، ارتفاع سقف الحوافز المالية للإفراج عن المطامر. ضمن أسرار الآلهة، تتجه الأنظار إلى مدينتي جزين وزحل لمراقبة قدرة التيار الوطني الحر والقوات على التنسيق وترجمة اتفاقهما. تجرى اتصالات بين دول عربية لاتخاذ قرار باعتبار كل سلاح غير شرعي داخل أي دولة سلاحا إرهابيا. يبدي عدد كبير من ناشطي التيار الوطني الحر استياءهم من نتائج انتخابات المكتب السياسي للتيار. اقترح وزير سابق العودة إلى كتاب كان أرسله لبنان الرسمي إلى مجلس الأمن حول التنظيمات التي تعتبر إرهابية. توقع دبلوماسي عربي أن تعود العلاقات بين إيران وأمريكا إلى التوتر بسبب الخلاف على تطبيق الاتفاق النووي. وبختم النهار ضمن قلم مروان سكندر ضمن الافتتاحية ومقال بيسأل بعنوانه هل يجوز؟ من النهار إلى عناوين صحيفة السفير، الجيش يقتحم الجرود، رسائل سياسية وعسكرية. الحريري، لا مانع من لقاء نصر الله إذا كانت هناك مصلحة وطنية. الحريري، يجري خلف النصاب ولكن. وثائق داعش المسربة، لبنانيان بين 122 انتحاريا. سماحة يعود إلى الريحاني في نيسان بعقوبة أقصى. أوباما يستعيد أدق مراحل سياسته الخارجية. هكذا تحررت أمريكا من مغامرة ضرب سوريا. في معنى الإرهاب بقلم الفضل شلق. وبعنوان أخير في السفير، الأمانة العربية بين يدي أبو الغيط، رواية الإجماع المتعثر والهواجس السياسية. منتابع جولتنا من السفير إلى عناوين الحياة، وبعنوان الرئيسي رعد الشمال، تدريب ضد الإرهاب. خادم الحرمين وقادة الدول المشاركة شهدوا التمرين الختامي للمناورات. كنز معلومات في أيدي الاستخبارات بعد كشف لوائح العناصر الأجانب. داعش يفقد ذاكرته وأسماء المتطوعين في صفوفه.
انتصارات في تعز وريفها الجنوبي وانهيارات للحوثيين، 6300 من المقاومة ينضمون إلى الجيش. بعد ممانعة قطرية احتوتها وسطات، أبو الغيط أمينا عاما للجامعة. أمير داعش في ليبيا يتعهد فتح روما. تراجع في التظاهر أمام المنطقة الخضراء في انتظار تحقيق الإصلاحات، الصدر يمنح العبادي فرصة مشروطة. وبعنوان أخير في الحياة، طهران ترفض أن تصبح مثل العراق أو سوريا، خامنئي يخشى ابتلاع إيران. من الحياة جولتنا من تبع مع عناوين المستقبل، الحريري لنصر الله عد إلى لبنان، ملتزم ترشيح فرنجي وسننتخب الرئيس، ولا أحد قادر على إنهاء مشهد 14 أذار. المشنوق للمستقبل، حل النفايات يتوج اليوم. مقتل جنرال إيراني في حلب وخامنئي لا يقبل برحيل الأسد. أبو الغيط أمينا عاما للجامعة العربية. الأطراف الداخلية تلتزم التهدئة ولو لن تنجب رئيسا. المغردون يهللون لإطلالة سعد الناس. مرافعات 7 نيسان تعيد سماحة إلى السجن. بايدن يبحث مع العاهل الأردني جهود مكافحة الإرهاب. بقلم أسعد حيدر مقالي في المستقبل اليوم بعنوان مثلث الموت المغربي والغزوة الكبرى، وبعنوان أخير المناورة الختامية لرعد الشمال تجسيد لمعركة ضد الإرهاب. جولتنا منتبعة مع عناوين صحيفة الأنوار يلي كتبت بعنوان الرئيسي الحريري الوضع خطير والأساس هو إنقاذ لبنان. الجيش يهاجم مجموعة من داعش. جريمة غامضة في عرية يذهب ضحيتها كويتيان. 350,000 جندي من 20 دولة ينهون مناورات في السعودية. وبقلم المحلل السياسي قصة ثواني الصمت على طاولة الحوار. المعارضة السورية لسنا متفائلين بمحادثات جنيف. وبالأخبار الاقتصادية خبراء يتحدثون عن تراجع الثقة بالثروة النفطية لكردستان. محليا تكريم المكتب التربوي الأنطوني والأسكوا تحتفل بيوم المرأة العالمي. وبختم بقلم رفيق خوري التسوية السياسية تنتظر اكتمال الخارطة العسكرية. جولتنا من تبعة من الأنوار مع عناوين صحيفة اللواء الحريري ملتزم ترشيح فرنجي وعلى نصر الله العودة إلى لبنان. حل المطامر يتقدم ويبعد استقالة الحكومة وعملية نوعية للجيش ضد داعش. رئيس الأركان السعودي التمرين حقق أهدافه بالكامل. الملك سلمان يختتم مناورات رعد الشمال الأكبر في المنطقة. بقلم نادين سلام مقال في اللواء بعنوان ملفات معيشية في مطمر النفايات. فرنجي تكلم بقوة 80 نائبا. التحالف يأسر المسؤول الكيماوي لداعش والنظام يعد لاستعادة تدمر. دمستورة إعلان جنيف هو الكتاب المقدس للمفاوضات السورية. الحكم بحق سماحة في 7 نيسان. أمة تبحث عن علمائها. التعاون الإسلامي لتنفيذ برنامج العمل الاستراتيجي في مجال القمة. توافق عربي صعب وتحفظ قطري. أبو الغيط أمينا عاما جديدا للجامعة العربية. أوباما على السعودية وإيران التوصل إلى سلام بارد. وختاما وبعيدا عن الأخبار السياسية، يوم المرأة العالمي موعد مع المشوار المستمر. منتابع جولتنا ومن اللواء إلى عناوين صحيفة البلد وبعنوان رئيسي ووحيد بالصفحة الأولى اليوم بتكتب البلد عملية نوعية للجيش في رأس بعلبك وأزمة النفايات إلى حلحلة. أما في العناوين الداخلية إبراهيم بحث قضايا أمنية مع بري وحرب. شهيد للجيش ومقتل 8 إرهابيين في عملية نوعية في جرود رأس بعلبك. أهوجي لن نسمح للإرهاب بنسف بيتنا الداخلي وتهديد أمن لبنان. من البلد إلى الصحف بلغات الأجنبية بترجم العناوين The Daily Star لليوم. الحريري متفائل بانتخاب رئيس قريبا. رئيس الوزراء السابق يصر على وضع نهاية للفراغ الحاصل في أعلى مركز مسيحي. الجيش يطارد المسلحين في الشرق. وختاما منشق عن داعش يسلم بيانات قيمة جدا. من The Daily Star إلى لوريان لوجور يلي بتسأل بعنوان الرئيسي لليوم رئيس في نيسان. بعناوين أخرى مع صانع الأسلحة لدى البشمركة البنادق لها عدة حيوات. وختاما عضوية لبنان في منظمة التجارة العالمية انطلاقة جديدة لملف قديم.
إلى عناوين صحيفة الشرق، شهيد للجيش وخمسة قتلى للمسلحين، أهوجي سنلاحق الإرهاب ونضربه أينما وجد. الحريري، الرئيس في نيسان، إذا أدانت المحكمة الدولية حزب الله فلن نخرب البلد. لجنة النفايات تعود اليوم. أبو الغيط أمينا عاما للجامعة باعتراض قطر. كيريلا خطة بديلة في سوريا. الأسد متورط بتفجيرات عمان 2005. إقليموس، الموارنة طوروا قاعدة المشاركة. وبقلم عون الكعكي ضمن رأي الشرق، مقال اليوم بعنوان الأمير محمد بن سلمان قائد جيوش رعد الشمال. وهذا كان العنوان الأخير في الشرق. لننتقل إلى عناوين الشرق الأوسط. رسالة سعودية، رعد الشمال يحاكي الحرب الحقيقية. خادم الحرمين الشريفين يطلق شارة بدء المناورة الختامية بحضور قادة 20 دولة عربية وإسلامية. الملك سلمان كرم ضيوفه وأجرى محادثات مع الشيخ الصباح والسيسي ونواس شريف. الاستخبارات الأوروبية تفحص بيانات ل 22 ألف مقاتل من التنظيم سربها منشق. الكونغرس يدرس الإبقاء على غوانتانامو لاستقبال مقاتلي داعش. الخارجية الباكستانية، التمرين ستكون له آثار إيجابية في محاربة الإرهاب. وزير خارجية قطر للشرق الأوسط، لم نعترض على المرشح المصري وإنما على شخصه. أبو الغيط، الأمين العام الثامن للجامعة العربية بالتوافق. وبعنوان أخير في الشرق الأوسط، طريقة إزالة التحسس تحد من احتمالات رفض الجسم لها وتغير جهاز مناعة المريض. اكتشاف واعد لإنجاح زراعة الكلى من أي متبرع. منتابع مع عناوين صحيفة الأخبار. الحريري عاد رئيسا للحكومة. وبعنوان أخير، بعد معاندة قطرية، أبو الغيط أمينا عاما للجامعة. من الأخبار إلى عناوين صحيفة الجمهورية بعنوانها الرئيسي لليوم، الجيش يدحر الإرهاب في رأس بعلبك. في عناوين أخرى بصحيفة الجمهورية، سماحة كنت مغفلا، والقاضي شبعنا استعراض. مقتل الكويتيين جريمة حساسة تهز الكحالة. وبختم مع صورة رئيسية بصحيفة الجمهورية للعماد أهواجي اللي عم بيتابع عمليات الجيش ضد داعش بجرود رأس بعلبك أمس. وأكيد من صحيفة الجمهورية ومن كل شخص لبناني حقيقي، تحية لكل عنصر بالجيش اللبناني، جندي، ضابط، وطبعا لكل القيادة بالجيش اللبناني. نحن بعناوين الجمهورية ممكن وصلنا لأول فاصل إعلاني بحلقتنا، من بعد رح منتابع، خليكن معنا. جولتنا الفنية والثقافية لليوم رح نبلشها من الجامعة الأمريكية ببيروت اللي عم تحتفل بعيد ال 150 بنشاطات كتيرة، وكمان الاحتفال بمئوية زكي نصيف. ومشان هيك بتقدم الأيوبي مساء اليوم أمسية مع الفنانة فايا يونان، وأمسية بعنوان فايا يونان سينجز أور هيريتج. الموعد اليوم على الساعة 8 المساء بالأسامبلي هول. فايا يلي سبق وقدمت أمسية بقصر اليونسكو بجامعة البلماند وهلأ بالجامعة الأمريكية. رح ننتقل إلى فعاليات مهرجان البستان، والموعد المقبل نهار الأحد أمسية رح نشوفها على موعدين، على الساعة 4 بعد الظهر وعلى الساعة 8 ونص المساء، وهي كارتون كونسرت مع الستيت يوث أوركسترا أوف أرمينيا بقيادة المايسترو سيرجي سيمباتيان، وعزف لموسيقى من الكارتونز اللي بنعرفهم مثل توم أند جيري، بوكاهانتاس، بيوتي أند ذا بيست، بينك بانثر، لاين كينج، كونغ فو باندا وغيرهم. وبنسمع من توم أند جيري. Thank you.
فاذا هالامسيه رح تتقدم على الساعه 4 بعد الظهر وعلى الساعه 8:30 المساء بفندق البستان ببيتبري. تي مربوطه تتذكر زكي نصيف وبيحيي مقهى تي مربوطه مساء اليوم الذكرى ال 12 لرحيل الفنان اللبناني زكي نصيف يلي بتصادف كمان الذكرى المئويه لولادته. رح يتخلل هالامسيه محاضره بيقدمها الصحافي والنقد الموسيقي الياس سحاب بالاضافه الى اغاني من ريبرتوار زكي نصيف. الموعد اليوم على الساعه 7. رح يكون لابس الشخصيه وديع الصافي، يعني كنايه عن الانسان طيب القلب وخفيف الظل. يعني إذا سألوا كيف حالك تلتقى بشي واحد بيقول له كيفك كيف صحتك دخلك شفت لي هالعنزة، يعني رجال مضيع عنزته، يعني بكل مناسبة بيسأل عن هالعنزة. كيف فيك؟ قال لي صبري كيف فيك تعمل لي سكتش هيك يحط وديع الصافي بجو بدوي او شيء. طلع معي شيء من ذكريات البلد، بكل ضيعه فيها كروم كان يلتقى باخر الصيف بدو رحل يجوا يحططوا على هامش الكروم حد المعاصر مسرح ما بيعصروا العنب وبيعملوا دبس. وهالدبس دائما بيطلع على وجهه. بيقدم الفنان عبده منذر عمل فني بمناسبه عيد الفصح بعنوان طريق الجلجله وذلك برعايه صاحب الغبطه مار بشاره بطرس الراعي. هالعمل هو عمل مسرح ديني غنائي عن الام موت السيد المسيح وقيامته بمشاركه ميشيل ازي، باسكال صقر، الامير الصغير وغيرهم. وتولى عبده منذر تاليف وتلحين وتوزيع كل النصوص الموسيقيه. موعد واحد ب 22 اذار على الساعه 8:30 المساء بالفورم دو بيروت. الدورة الأولى من ماي فيلم فيست اللي انطلقت امبارح بسينما متروبوليس وهي موجهة للأطفال من عمر الخمس سنين وصولا لعمر المراهقة و18 سنة. مجموعة كبيرة من الأفلام عم تنعرض، وضمن المواعيد لليوم على الساعة 8 المساء عرض لفيلم بوي هود للمخرج ريتشارد لينكيتر. The only time you get long conversations with your parents it's after a certain age is when you're kind of held captive in their car. And in this case, he's realizing that his father, who had the GTO, he's had this GTO, it's been a character-defining trait of his. He's hot-rodding around still. من متروبوليس إلى مسرح دوار الشمس اللي بيستقبل ب 24 الشهر أمسية صوفية بتجمع الفنان زياد سحاب مع الشيخ أحمد حويلي. الموعد على الساعة 8 المساء بمسرح دوار الشمس الطيوني. وأفنيت عمري فما أجر من مات شوقا إلى من إليه الرجوع. ولو كنت يا ملك الروح لما نظرت ولم لقد أطفأت شمعة العمر عيني لأن صلاتي إليك الدموع هواك كثير علي. اليوم الجمعة وموعد ثابت مع زميلنا يغزان التقي على إذاعة الشرق، وضمن المجازين السياسي لليوم ضيوفه المحامي والباحث القانوني والدستوري البروفيسور شبلي الملاط، وبالمجازين لليوم مداخلات مع منسق الأمين العام لقوى 14 آذار الدكتور فارس سعيد، مدير مركز الدراسات العربية واستراتيجية الدكتور سمير التقي من دبي، الخبير الاستراتيجي الدكتور خطار أبو دياب من باريس، والخبير الاقتصادي الدكتور غسان العياش. وبالمجازين جسد بيروت يرقص مع مؤسس مهرجان بيروت للرقص المعاصر المصمم الكوريغرافي عمر راجح. المجازين السياسي اليوم على الساعة 8:30 على إذاعة الشرق. كيف عم بتكون حركة السير هلأ؟ خلينا ناخد فكرة. المؤهل محمد ظاهر من غرفة العمليات المشتركة بهيئة إدارة السير بيعطينا فكرة أكثر عن حركة الطرقات لليوم. صباح الخير. صباح الخير. يعطيك العافية. يعطيك العافية. تفضل. شكرا.
مبدئيا عندنا حركة سير ناشطة على مداخل بيروت الشمالية والجنوبية وكذلك المدخل الشرقي من الصياد. مدخل بيروت الشمالي عندنا ناشطة إلى كثيفة من الكازينو بتكمل حتى جسر السرايا، بتتحسن تدريجيا عنافة نهر الكب، بترجع عندنا حركة سير كثيفة من الأبي صياد بي باتجاه جل الديب، بتكمل كثيفة حتى الزلقة دورة كارنتينا شار حلو. نعم. بوليفار سن الفيل عندنا حركة سير ناشطة من نهر الموت باتجاه الصالومة. مستديرات عندنا طبيعية مبدئين على جميع المحاور. عندنا أوتوستراد الرئيس لحود حركة سير كثيفة مع توقف للسير باتجاه الدورة وكذلك باتجاه سوق السمك. نعم. مدخل بيروت الجنوبي حركة سير ناشطة من خلدي إلى كثيفة باتجاه أنفاق المطار وكذلك باتجاه الوزاعي، وضغط سير باتجاه بشمون عربون بسبب أشغال لشركة الكهرباء. نعم. مدخل بيروت الشرقي حركة سير ناشطة من مفرق بسوس دون أي عوائق باتجاه المدرسة الحربية الصياد. داخل عاصمة بيروت عندنا ضغط سير من قصقص باتجاه عمر بيم العامية بشارع الخوري، ومن البربير باتجاه كورنيش المزرعة حركة سير كثيفة، وجسر الكولا حركة سير ناشطة إلى كثيفة من المدينة الرياضية باتجاه نفق سليم سليم، وأخيرا عندنا نفق العدلية باتجاه المتحف عم يشهد حركة سير كثيفة. يعني ما في أي حالات استثنائية على الطرقات، هي الحركة الصباحية مثل كل يوم من عدا اللي عم يصيروا. صحيح، اليوم لازم تكون أخف من هيك، بس بعد ممكن تشتد شوي بعد الظهر بسبب العالم يمكن بدها تطلع على المناطق على الجبل أكيد بالويكند. اوكي، حوادث سير بين امبارح واليوم صباحا تسجل عندنا ضمن ال 24 ساعة، يعني للاسف في 6 حوادث نتج عنهم قتيلين و8 جرحى، في سيارة ودراجة في محلة المديرج صدم بين سيارة ودراجة، وفي اصطدام سيارة بعمود كهربائي تقريبا في محلة النعمة. نعم. نتج عنهم قتيل بالمديرج وقتيل بمحلة حارة النعمة. ومخالفات السرعة؟ مخالفات السرعة تسجل عنا ضمن 24 ساعة 562 زيادة سرعة. النسبة منخفضة هالمرة، برافو، أحسن يعني إن شاء الله بتضل بتنخفض أكثر. نحن بنتمنى من المواطنين يعني يتأيدوا بالسرعة المحددة على الطرقات. نعم، شكرا لك المؤهل محمد ظاهر، يعطيك العافية. أكيد بناخذ منكم تفاصيل أكثر بكرة حول حركة السير. نحن رح توقف مع فاصل جديد وبنرجع من بعده. صباح الخير. خلص الناس شبعت حكي طالع نازل، ملت من التصريحات والمواقف، تعبت من الشرح والتفصيل والكلام على أنواعه، خطابات تهديد من اليمين وأعلان عن انتصارات وهمية بأرقام ضحايا الحرب المرتفعة، ويمين يزيد ونسيوا أنه قطع الأرزاق من قطع الأعناق. الناس ما عاد بدها رئيس ولا حكومة وفاق ولا حوار طرشان ولا حتى جمهورية أو دولة أو دويلة أو حتى قبيلة. كل الأحلام الكبيرة اتقزمت، صار بدنا بس تشيلوا الزبالة من حلم الدولة الحديثة والفاعلة، من رؤية دولة القانون والمؤسسات، من وطن حدود السماء. صارت أقصى أمنيات الناس بلد نظيف، أو على الأقل بلد خالي من الأمراض والأوبئة وأكوام النفايات. المشكلة ما عادت ترقاس بالأشهر ولا بالسنوات، المشكلة بحجم الخطر والأمراض يلي عم بتصيب الناس والمستشفيات امتلأت. أما أدراج الحكومة ففارغة من الخطط القصيرة أو الطويلة الأمد، فلا ترحيل ولا مطمر ولا معمل تدوير ولا حتى من أجلكم نعمل، فقط ضياع وزبالة. تقرير للزميلة مي فرحات، من تابعه سوا. تزال أزمة النفايات بلبنان أزمة بتدور حول نفسها دون أي حل، ولا تزال الدولة بمؤسساتها المعنية تقف متفرجة وتبرهن من جلسة إلى أخرى عن مدى عجزها عن إدارة ملفات البلد. واللبناني لا يستشيط غضبا إلا لما بتسأله عن النفايات. إيه، عم ننطم بزبالة معقولة يعني؟ من جامعة في كل شيء، شو ما بدك فيه بالبلد، روايح وجاية وكل شيء. يعني جد من العين والزبالة، يعني شو عين نفس دولة؟ إنه معقولة بلد كان العالم تجي تتنزه تجي تشم الهواء، يعني هذا زبالة مين بده يجي؟ لقدمين على الصيفية يعني كارثة.
عن جد البرغش هياكلنا يعني، عيب وحياة الله عيب خلاص. وبين المكبات العشوائية والمتنقلة والمطامر يلي فاضت بأماكنها ولم تعد تستوعب، بيبقى المواطن هو الخاسر الأكبر، والمواطن عاجز بدوره عن إحداث أي تغيير، فلم يعد باستطاعته استيعاب مشكلة النفايات، فانربط لسان والتعبير ما عاد يودي لأي نتيجة. كنت عم بعمل منقوشة بطلة بتفوت. لأن بفوت الميكروب من هون على المنقوشة بتطعميها للزبون. أكبر أزمة بلبنان هي قصة الزبالة، ما كناش تفرق معنا شيء، مش الحرب ما فرقت معنا، هاي الزبالة أكتر شيء. أيام الحرب ما كان لنا شيء، كانت كل بلدية مستلمة وتمر بهالشوارع ما في أنظف منها، وقاعدين ناطرين 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 ومأجلين هالوضع هيدا لا يوصلوا لباب بالحيط. يعني هن عايشين بيناتنا، يعني كلنا عايشين بالزبالة، مش نحن بس يعني عايشين بالزبالة. إذا لم يكن لدى الحكومة أي حلول، علما أن بتنا بأمس الحاجة لأي حل معقول، فلللبنانيين حلول. أنا ما عندي حل، ما بعرف، ما حدا مسؤول عن هذا الموضوع، أنا الحل عندي بس يصير في رئيس جمهورية بيحلوها، بس يتخلوا عن مصالحهم الشخصية المسؤولين تنحل. الفرج من المصدر هو أهم حل، من قيم الزبالة الأساسية بعدين بنشتغل بالزبالة اللي على الأرض. بدك تعمل معامل، بدك تعمل مطامر صحية ما تأثر على المي الجوفية، بدها دراسة مش كيف مكان. ما بدهم يشيلوا الخنزير بيقعد مع الزبالة، مش نحن بني آدم قاعدين مع الزبالة. حل بيقيموا بيصدروا بيعملوا هيدي الحرايق الفرز، بيعملوا 100,000 شغلة. رابع بلاد بالعالم ما في نفايات، لو كيف هون في نفايات؟ هيك عايشين بين النفايات، بين السرطان وبين الوباء. انا عمري 65 سنه عايش بالجيران، ما بحياتنا شفنا كان الزباله يجي لعنا على البيت يدق ويقول لنا في عندكم زباله، ولا كثير نكت عم يحكوا عليها، بس هيك لا 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 حرام. لانين كل شيء قبلانين بس الزباله لا، انه عيب كثير. ما في بلد بالعالم، سريلانكا مش هيك عيب مع شيء سمينا اسم بلد؟ ما في، نحن صرنا درجه شيء 30 تحت الصفر. يا صبي ما بتفهم بحبك ونسايك ان حولت الدنيا وجنبي. نتابع حلقتنا، وبالرغم من الأزمات البيئية والمعيشية إلا أن القطاعات ما زالت عم تشهد تطور، والهدف خلق طاقة أمل لدى اللبناني يلي مل من تاريخ الدولة. اليوم محطتنا مع خدمة رح بتطال كل مواطن مباشرة، ومع قطاع الاتصالات يلي عم بيشهد تطور، وكل التفاصيل منتبعها سوا بهالتقرير. بنهاية عام 2016 رح يمتد الجيل الرابع من الانترنت على كل الأراضي اللبنانية وإن كان بمراحل متلاحقة. هيدي خطة مشروع لبنان 2020 يلي أطلقها وزير الاتصالات بطرس حرب. هالفكرة انتقلت من الأوراق إلى الواقع، وأعلن عن الاستراتيجية ضمن مؤتمر صحفي عقد بفندق الفور سيزن، وخلاله تم توقيع عقود تنفيذ شبكة LTE 4.5 بين شركة ألفا وشركتي أريكسون ونوكيا، وذلك برعاية وزارة الاتصالات. لبنان كان أول دولة بالشرق الأوسط في على صعيد خدمات الاتصالات وعلى صعيد خدمات الهواتف، وأول من أدخل الهاتف الخليوي لمنطقة الشرق الأوسط سنة 94 لبنان، وأول من أدخل خدمة الإنترنت كان لبنان بين كل الدول العربية. بكل أسف المراحل الماضية والأحداث اللي صارت بلبنان والسياسة التي اتبعت في لبنان جعلت لبنان يتخلف عن مواكبة التطور وتبقى في صدارة الدول العربية والمنطقة. ومن هون أطلقت فكرة مشروع
لبنان 2020 يعني 2020 اللي هو عم يوضع للمرة الأولى بتاريخ وزارة استراتيجية متكاملة كيف لبنان بصير يتمتع بأفضل الخدمات على صعيد الهاتف الخليوي وكيف لبنان بيتمتع بخدمات الألياف الضوئية وكل اللبنانيين بيتمتعوا بكل لبنان. الـ LTE تكنولوجي هي higher throughput يعني higher data throughput سعة أكبر وسرعة أكثر يعني رح يتحسن الكواليتي تبع الانترنت. هلأ هو في 4G الأكترية بمناطق بيروت بس بعد هالمشروع إن شاء الله بيصير في 4G بكل مناطق لبنان. مع هالخطة رح يتقدم لبنان من أواخر لائحة العالم العربي بخدمات الهاتف الخلوي والإنترنت ليوصل إلى المركز السابع عربياً، وبتكون الدول الخليجية وحدة سبقتنا بسبب الإمكانات المالية. اليوم اللي عم نعمله إنه بكل بساطة نحن عم نجير التكنولوجيا، يعني سواء كانت 4G أو 4.5G أو حتى 5G اللي جاي بالمستقبل بعد سنتين مثل ما قلت، عم نجيره لخدمة الناس ولخدمة المجتمع. يعني اليوم قديش في منا من المتكلين صاروا بحياتهم اليومية على الإنترنت أو على التواصل عبر وسائل التواصل الاجتماعي مع كل الناس حواليهم. يعني صرنا اليوم نحن مثل المي مثل الهواء مثل حي الشيء اليوم. It gives larger bandwidth, it gives better speed, and so for the users they will feel that when they download applications it will be a much more superior experience for them. من أول ما ترك أرضه من 12 سنة ما فتح تمه مرة وحكي مع حدا. يا عشر تاشر فوق هالمحيطان طويت ورد الليل على كتابي. هيد تعالي رجل حبابي. أهلا وسهلا، كيفك حالك أنت؟ منيحة؟ الحمد لله، تفضلوا. ممنوني مرة تانية. بعد ما وصلنا أخبار هلا، بس وصلنا أخبار من أمي. بعدين أنا كمان ما بعرف أخبار عن خيي الكبير. أنت سبقيني على البيت وأنا على شدايق كل عادي. طب انا خليك لا خلاص جاي عربي. شايف قطعه السما هيدي 12 كانوا الاول 74 طلع منه طيار ثاني خطوم لا شيء ثاني اربع ساعات قصف متواصل الناس هون قدرت تخبط مطرح ما ادري وهونيك كيف في صبي هربان شوي وقف لما منرجع منشاهد نهلة رائعة المخرج الجزائري فاروق بلوفة وأول فيلم عربي تناول الحرب الأهلية اللبنانية صعب نصدق أنه أكثر من 35 سنة مروا على إنجازه. نهلة أول فيلم روائي وآخر فيلم للمخرج فاروق بلوفة ويعتبر الفيلم الوحيد اللي تم تصويره بالعالم العربي من قبل مخرج جزائري حول لبنان خلال الحرب الأهلية. الفيلم تم تصويره سنة 1978 وبتدور أحداثه بالأشهر القليلة يلي سبقت اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية وما بعدها. شو
مش بشر يا خير. زينا من هالتبع عن خضرة بدنا سبعتنا شي نجي جديد. مار عظيم بتغير الخير. وسام انا جوزي حالك. شوف شوف ميت. الناس شوفوا وين خبري. يلا لا بعثية انت انا صحفي يا أحداث فيلم نهلة منتبعها من خلال شخصيتين رئيسيتين، الصحفي الجزائري الآتي لتغطية الأحداث الجارية بلبنان ويلي بيراقب كمشاهد محايد نسبيا كيفية اشتعال الحرب، ونهلة المغنية الصاعدة بقوة ويلي منتابع تطور حالتها النفسية لحين ما بتفوت صوتها. الشخصيتين الرئيسيتين بالفيلم هن بالأساس محرك لثلاث قصص عن ثلاث نساء قدموا صورة واقعية عن الحرب الأهلية اللبنانية. هالنساء هن نهلة المغنية صاحبة صوت الآثر يلي وقع بغرامة الصحفي الجزائري، ومها الصحفية والناشطة النسوية، وهند الناشطة الفلسطينية المولودة بمخيمات اللاجئين الفلسطينيين. هالقصص الثلاثة بتوضعنا أمام واقع مدينة بيروت الصعب وبين أحلام الشباب وبحث العميق عن هويتهم. كل ربع ساعة واحدة، وهلا كل ربع دقيقة قذيفة تقدموا. يعتبر فيلم نهلة اليوم أحد الكلاسيكيات السينمائية العربية وواحد من أولى الأفلام يلي عالجت موضوع الحرب الأهلية اللبنانية بشكل جدي وعميق بعيداً عن البروباغندا والابتزال. الفيلم شارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان موسكو الدولي بالعام 1979،
وحصد بهالمهرجان حصدت ياسمين خلاط جائزة أفضل ممثلة. بهالفيلم ظهر كمان إلى جانب خلاط عدد كبير من كبار الممثلين، من رجاء عساف إلى فايق حميصي، أحمد الزين، نبيلة زيتوني، لينا طبارة، والجزائري أحمد سايح، إضافة لزياد الرحباني يلي مثل دور الموسيقي وقام بتلحين عدد من الأغاني يلي غنتها خلاط بهالفيلم، وطبعا كتب كلمات الأغاني الشاعر طلال حيدر. ترجع بتبلشي مثل كأنه المال موسيقى عم تدقفتي. خدني معك يا حب شيل شوي. بنبلش من أوله لحديت خدني معك يا حب، غير مقطع بصفي. شو بكي؟ اللي مش قادر افهمه انه انتو نهلة ما بتحكوا مع بعض وصاركم ثلاث سنين بنفس الفرقة ولو حاجة تنمر علي بالقصة. هذه ايش عم تفهم فيها انت يا مشير؟ هاي مثل حضرتك كيف بتضل تسب الامريكان كل النهار وبعدين بتدخن دخان امريكاني؟ بس انت ما بتشوف كيف بنعسل. مريم اول شيء صباح الخير. صباح النور. فيلم كتير حلو عن جد، يعني عمالنا نشوفه كله النسخة بكاملها. ما هو هذا الهدف، يا ريت انه ترجعوا عن جد تطلعوا على الفيلم بكامله. نهلة هو أول فيلم وآخر فيلم للمخرج الجزائري فاروق بلوفة. ليش اختار هالمخرج لبنان كعنوان لفيلمه الوحيد؟ ليش ما اختار الجزائر؟ نعم، بياريت بلوفة أنجز فيلمه بلبنان، يعني عم نحكي رجع بقول سنة 1978، بسبب الرقابة الجزائرية اللي منعته عام 1973، بوقتها منعت فيلمه الوثائقي حركة تحرير. ولما أخرجوا بلوفة لهالفيلم كانت تطورات الأوضاع بجزائر هي هاجسه الحقيقي، فإجا على بيروت وكان هالفيلمه كفيلم كاستشراف للي رح يصير بموطنه خلال التسعينات. ولكن طبعا مثل ما قلت اختار أنه يصور عمله ببيروت للإفلات من الرقابة الجزائرية يلي ما قدر بالحقيقة يفلت منها، لأنه فيلم نهلة ما قدر يرجع بعدين يعرضه بلوفة بالجزائر. وبعد هالفيلم كمان ما عاد أنجز بلوفة ولا أي فيلم آخر للأسف. كان فاروق بلوفة، يعني نحن اليوم عم نحكي عن مخرج كتير مهم، لأنه هو تخرج من المعهد التطبيقي للدراسات العليا بباريس بأطروحة عن نظرية السينما تحت إشراف رولان بارت، وخاض أولى تجاربه بمجال السينما الروائية كمساعد ليوسف شاهين بعودة الابن الضال. وبنهلة أنجز بلوفة عمل يعد من بين أهم الأعمال المتميزة بالسينما العربية. كتير مؤسف أنه ما رجع كرر هالتجربة، ويمكن مشهد لما أعطى لنهلة بأنه اختفى صوته يمكن كان عم يستشرف كمان اختفاء صوته. للأسف ما بعرف شو صار معه لرجع وقف كليا عن الإخراج. نعم مريم، ذكرت خلال الحديث عن الفيلم أنه هو واحد من أهم الأعمال، شو هي مميزات هالفيلم لحتى اعتبر من بين أهم الأعمال المتميزة بالسينما العربية؟ يعني شو لاحظت مميزاته يلي خلته هالقد يكون مهم؟ خلينا بالأول نرجع نحط ببالنا أنه الفيلم أخرج سنة 1978. نعم. ميزة هالفيلم أولاً هو أنه ابتعد عن الأشكال السردية اللي كانت سائدة بالسينما العربية بهذاك الوقت، وهذا الشيء بسبب تأثر بلوفة بالموجة الفرنسية الجديدة يلي كانت عم نحكي عن سنة 1978 برجع بقول. على الرغم من أنه اشترك بلوفة مع الروائي الجزائري الشهير رشيد أبو جدرة بكتابة هالسيناريو، إلا أنه ظهر الفيلم
متحرر من النص ومن الأساليب الكلاسيكية بإخراج وتصوير المشاهد وبالتقطيع المتتابع للقطات. وكمان لجأ المخرج إلى ما يشبه الفيلم داخل الفيلم من خلال الكاميرا الفوتوغرافية للصحفي الجزائري، وهذا بوقتها كان شيء كتير جديد. ثانيا والمميز بهالفيلم أنه كان بمثابة تفعيل للمرأة، أعطى للمرأة الدور الأكبر لرسم صورة الواقع المعقد. بوقتها كانوا يعطوا هالدور دايما للرجل، إن كان أعطاها هالدور إن كان بشكل عام من خلال قصص الثلاث نساء أو بشكل خاص من خلال الرمزية بصوت نهلة يلي اختفى فجأة. رجل برجع بذكر أنه الفيلم عبقري بكل معنى الكلمة. نعم، شكرا لك مريم. نحن كمان رح نختم مع مشهد من الفيلم، بنرجع بنشوفك الأسبوع اللي جاي و باي. يا ريت هالعمر اللي هرب يرجع ونحن صغار، لبعود اقرب هالكتب ولبعود عمر دار، بجمع حوالي حطب وبشعل بهالنار، خدني معك يا حب شي مشوار، وعسكت وشوشني اسرار اسرار، خدني معك يا حب شي مشوار، وعسكت وشوشني نبيل نبيل بدري شو صابوا هلا. شو رأيك كمان؟ لا كويس ولا بلوط، هذا كلام فالص. هذا نبيل دايما متردد، شو بدي اعمل؟ اسمع انا طالع على الكابينة، صار يكونوا مخلصين في الفاز، انا بالبنك اتصلوا فيا. وعندنا العلم والخبر يعني قدمنا. نعم. دكتور جوزيف مكازل المسؤول الاعلامي برابطه اساتذه التعليم الثانوي للمتقاعدين، صباح الخير واهلا وسهلا فيك معنا باستديو اخبار الصباح. قبل امبارح احتفلنا بعيد المعلم. نعم. ونحن بس نحكي عن المعلم خاصة بلبنان، بنعرف انه في كتير مطالب، في كتير ظروف معينة، في كتير صعوبات عم بيعانوا منها الأساتذة. شو أبرز الصعوبات يلي عم بيعاني منها الأساتذة؟ وين من الحركات يلي صارت بالسنوات اللي مضت لهلا؟ قبل ما بلش بصبح عليكم وبهنيكم على هالبرنامج وبشكر استضافتكم. أهلا وسهلا فيك. بس إذا بدي أقول لك إنه إذا الأساتذة هلأ المشاركين والشباب عندنا مشاكل، كم بالأحرى اللي بلغوا السن القانونية والمتقاعدين، علما إنه نحن بعدنا كثر خير الله. يعني أنا هلأ ماني جاية حتى أبكي أو أنعي أو بقدر ما نفتح نافذة ونقول نحن وين وشو بدنا، لأنه التربية بلبنان عزيزة علينا ويمكن بكل المحيط محسودين نحن أو حتى بأوروبا على مستوينا التربوي يلي بالحقيقة إذا كنا وصلنا له بكون قايم على أكتاف اللي من جيلنا خاصة. ونحن بالحقيقة لمن بلشنا بالتعليم الثانوي الرسمي وكان بعزه وبمجده، ما كنا عم نعلم بس بالرسمي، نحن كان مسمح لنا مش متفرغين، وحربونا يمكن بالقطاع الخاص حتى ما نتفرغ. ونحن كنا عم نعلم بكل المدارس الخاصة المحترمة، احترامنا للكل. ولحديث هلا اذا بيعملوا احصائيات بالمدارس قديش عندهم كادر موظفين بالكادر بالسنوي، عم بحكي عن الخاص، بتشوف انه اغلبيتهم متعاقدين لانه كانوا ياخذونا لنا. مشان هيك بنرجع بنقول رزق الله على هذيك الايام. هون كمان بدي اقول لك انه اللي بيزعج انه هيدي الدوله كان لها فضل على التعليم وعلينا، يمكن ناس متنورين قدروا يعرفوا. بس بدي اقول لك انه لما كنا نقول كليه التربيه بالسبعينات كانت معروفه انه هو نخبه المثقفين. كنا نعمل مباريات دخول، مثلا انا بالسيانس بالعلوم ما بعرف كم الف يمكن كانوا اخذوا خمسه
وهيدول الخمسة كنا نقعد 5 سنين بالجامعة يعطونا منحة شهرية، كنا نقبض 200 ليرة بالشهر وقت اللي كان حد الأدنى للأجور 125 بس تنتعلم. يعني مشيت شعك يعني المستوى كيف كان إيه؟ ولو يعني هالقد المستوى كان عالي، هالقد المستوى، هالقد كان في إلى أهمية الدراسة، هاي الحقيقة. وكانوا أخذين لقوانين أو أخذين أفكار من شيء اللي اسمه إيكول نورمال سوبيريور بفرنسا، يلي هي أهم هلأ من الإزا أو كل هالجامعات المتطورة على المستوى التربوي مشان المحافظة على مستوى العلمي للتلاميذ بلبنان. وهيدي عملت النهضة، ويمكن عدد كبير من العالم إذا بسمحي لي سمي يعني مثلا ثانوية سعيد، إنه مني ثانوية سعيد، ثانوية من الرسمية أستاذ مديرة كان اسمه أستاذ سعيد، أو ثانوية مدام عون. وهلا هون إذا بروح للسياسي بتأسف إني أقول إنه في كم واحد من السياسيين قال يفتخر إنه هو تعلم بهاي المدرسة أو تعلم بهالسيستام التعليمي. يعني لك من كنا لك وين صرنا؟ لا لا مش هيك من كنا، يمكن هون مش معلق عليهم شيء، معلق عليهم شيء من اللي كان لازم يتعلموه هون، وأكيد هون أنا بحط حق على الأستاذ مش حق عليهم. كمان طيب، نحن وين هلا من وضع الرابطة؟ يعني الرابطة شو عم بتقدم للمتقاعدين؟ نعم. وهي لشو بحاجة كمان يعني الظروف والمشاكل اللي عم بدي شاري. هلا هي بالأساس يعني البيبي فيها عمره 64 هيدا الجديد اللي بيكون اول منه طيب بس هيدا شيء طبيعي يعني لا انه مشان هيك قاعد وب 64 مشان هيك هيدا خادم بالتعليم الثانوي هالقد وقت يعني 30 40 سنه اوكي. والدويا اكبر حدا حسب لا هلا عم تلتشيني لطشي لا لا لك ليش اللطشي لا لك ليش اللطشي لانه احد الوزراء وقت كان في الزودات اخذ على خاطره انه عم نعيش كثير اخذ على خاطر وحكاها يعني مش انه بالفم الملقان هو مش عارف صراحه انه نحن اللي اخذ على خاطرنا انه هن عم بيعيشوا كثير اخذ على خاطر انه عم بيعيشوا كثير مشان هيك بدهم يشيلوا لنا من مكاسبنا هذه انطر هلا بدنا نحكي اصلا عن هذا الموضوع بس نحن بالحقيقه الفكره كانت بالاساس انه ينعمل شيء اجتماعي لهذول الاساتذه اللي بلغوا السن وعندهم مستوى معين من الثقافه وبيقدروا يعملوا نشاطات ثقافية اجتماعية. هلأ بكل أسف أنه من سنة 2010 لليوم أنتم شايفين الأزمة الاقتصادية مشان هيك رحنا على هيدا الاتجاه. هلأ أنا بحب لك شغلي مثلا وقت اللي الوزير أبو فعوف طلع بحملته أنا شخصيا اتصلت ورحت على الوزارة باسم الأساتذة المتقاعدين وحطينا حالنا بتصرفه وقلنا له انه نحن مستعدين يعني هيدول المفتشين بالوزارة اللي عم بيروحوا يفتشوا بالمحلات القضايا الإجيان يعني النظافة وهيدول نحن فينا نعملهم. وبالحقيقة كنا عاملين لجنة كبيرة ونحن مستعدين نروح يمكن أول مرة كانوا بيسمعوها انه ببلاش وحتى نقليات ما بدنا نحن منروح بسياراتنا لأنه نحن موزعين بكل المناطق. هلا ما مش انه ما تجاوبوا بس ما تجاوبوا مش سلبيا ما تجاوبوا انه بالحقيقه هيدي الشغله هن مش بحاجه لها عندهم موظفين كفو لهيدا العمل طلبوا منه انه نعمل مثل اعلام او تربيه او اتصالات او محاضرات وقمنا فيها بنفس الاطار هون يعني انا بقول انه نحن المتقاعدين فيهم يطلبوا منا اشياء وسوري على الكلمة بما أنه نحن عم نقبض هلا بنشوف شو بنقبض أنه ممكن أوقات نقدر نعمل الأشياء حتى منوفر على الدولة لو كانت هي مش بحاجة طيب. يعني نعمل أشغال معينة شو الحد شو عم تقبضوا هلا يعني قديش لكن أنا ما بدي أنعي لأنه في مقابلنا ناس ما بتقبض شيء هول الأساتذة المعتبرين بدهم انت بعد بتعلم انت بالتعليم الجامعي انا بعد الجامعي لا وبعد عندي مدرسه خاصه او بالمدرسه نعم. خاصه بس انا اللي بقول انه معترين مش انه معترين انه معترين بالعكس هن اساتذه منهم معترين ابدا ذهنيا عم نحكي عن وضع بتعرف انه بالتعليم الخاص بفل بياخذ تعويضه ما بقعد عنده تقاعد وما بقعد عنده ضمان صحي يعني تخيل انه هذا كل حياته بيدفع للضمان 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 بس يخلص بطل عنده ضمان بيقولوا له باي باي بيقولوا له باي باي انه باحسن الحالات سنتين او زفت مرة على المستشفى بكون اروحهم لا نحن عندنا تقاعد ما بعرف بس ما بدي فوت كثير بالتفاصيل الحسابات
بس اذا واحد معلم 40 سنه بياخذ معاش 85%. هلا اذا معلم اقل من ال 40 سنه بيعملوا له بورسنتاج. اعطيني مثل بالارقام. يعني مثلا انا بقبض مليونه، اوكي، اذا معلم 40 سنه بصير بقبض تقاعدي مليون و500. هلا اذا معلم اقل من 40 سنه ببلش ينشال منه، يعني مليون و400 ببلش يشيل. هلا القانون كان، القانون حقيقه كثير منيح، القانون كان انه مع غلاء المعيشه بزيدوا كمان للمتقاعد. شو عم يعملوا هلا؟ ما بدي اسميها احتيال، بس هي نوع من احتيال او تزاكي حتى نكون لطفاء. احنا بنسميها احتيال. حتى اكون لطفاء. مين هن هول شو عم يعملوا؟ القوانين، القوانين او نسون. بدل ما مثلا في غلاء معيشه تنفترض عملوا حساب 10%. بدل ما يعطوا غلاء معيشه 10% بيعطوا درجه للاساتذه، نحن ما بيطلع لنا درجات لانه صفينا بابات الوظيفه. أساتذة الخاص، يعني أنتوا المتضررين من هيدا الأمر. إيه، يعني بدل ما يكون غلل كل عمره غلل المعيشة بكل بلد العالم، في ناس بتعمل حسابات وغلل المعيشة مثلا يعني غلل المعيشة عم بيطال الأشخاص اللي بعدهم ناشطين بالتعليم، نعم، بس المتقاعدين هن. إيه، ما فيش علينا غلل معيشة، نحن ما بناكل وبنعيش كثير. طيب عم بتجربوا تطالبوا ب ما بعرف رفع سن التقاعد؟ 64 مش ظلم لكم؟ بدي أقول لك شيء، بأوروبا عم بتطالبوا ينزلوه لانه المتقاعد، لا مش بس هيك، بس بيقبضوا غير. ايه، المتقاعد المتقاعد بيقبض زيت المعاش. ايه، وبلشوا يروحوا يعملوا سياحه ويكسبوا ويعيشوا حياتهم يلي ما قدروا يعيشوها وقت العمل. بلبنان افضل يضلوا عم بيعلم. كل الاساتذه، مش بس، حتى كل الموظفين عم بيطالبوا بالدول المتخلفه بين هلالين، نحن يمكن متخلفه ما بش فيه هلالين، انه علوا سن التقاعد. لانه انا بدي اقول لك شغله، يعني الحمد لله في كثير بيكون بعد صحتهم منيحه، مع انه التعليم شيء مميت، بس في ناس بتضل صحتهم منيحه. ايه، ونحن بعدنا عم نعلم. وانا بالحقيقه هلا بعد شي شهر تقريبا عاملين لنا احتفال بالجامعه، تكريم لكذا سنه خدمه كمان بالجامعه، بس بيعملوا لنا تكريم وبنضل. بس تكريم وبنتقاعد وبصير 40 وبنضل. بحب اقول لك انه مثلا في جمعيه دعم المدرسة الرسمية، وهول الوحيدين، يعني عيب نحكي، مثلا جمعة الماضي دعيونا وانا حكيت كلمة، بيعملوا تكريم للأساتذة الرسميين انه وقت اللي بيطلعوا على التقاعد وبيعطوهم مثل وسام او مثل شو. وهول ناس هن متبرعين بحالهم، بحبوا التعليم الرسمي وبيساعدوا مبدئيا. نحن ما حدا بيسأل، برضو يعني مش عايزين حدا يسأل، ما تخزوني يعني، ما فيك تقول هيك. لا، عايزين حدا يسأل في دولة لازم تطلع فيكم. مش قضية كل نحن معلمينهم، مين لكل تعلموا عنا، يعني ريزون دو بلوس، حتى تعلموا عنا بالمدرسة الخاصة، يعني مش انه تعلموا عنا بالمدرسة الرسمية. شو بتعلم دكتور جوزيف؟ انا بعلم بالتعليم بيولوجي، بيولوجي، وهلا على صار الموديل الجديد على الفرنجي اس في تي، يعني سيانسي. علوم الحياة والأرض. أوكي. بجامعة الروح القدس بالكاثوليك. لا، وأنا أي ساعة بتلحق تحضرنا؟ لا، مش كتار ساعات. أي ساعة بتلحق تحضرنا؟ أي ساعة بتبلش جامعة؟ بدك إليك شغلي بعد كنت عم بقول لهم. مش عم بجامل يعني. إيه، برنامجكم بحبهم. وأنا ما في عندي باردون محطة بحضر فيها كل شيء. إيه، في أنتو حقيقة برنامج، هلا اذا كنت ما عم تسمعني بتعرف اني مش عم كذب. لا، بحب احضره، بحب احضره وبتابعه. يمكن لانه في يومين بالجمعه ما بقعد بالبيت، هو الوحيدين ما بحضره على بكره. اي متى؟ اي ايام؟ ثلاثه وخميس. ثلاثه وخميس ما بتحضر. مسامح لا غصب عني. انا بالجامعه بس بعطي ديداكتيك دي سيانس، يعني ديداكتيك دي سيانس ترجموها، اعطوها كلمه بالعربي لانه هيدي ماده جديده، فن تعليم العلوم. يعني بالجامعه بيجوا لعندي اجمالا طلاب يلي معهم ليسانس، معلمين يعني، لا هن ايه معهم الشهاده. نحن بندخل بالتفاصيل، كيف هالكونسبت او كيف هالاوبجكتيف لازم نعلمه باي طريقه. يعني كانه بكليه التربيه. صح. نوعا ما هيدا الدبلوم يلي كانوا يعملوه ليصيروا يعلموا. صح. اوكي. طيب بالعوده للرابطه، رابطه اساتذه التعليم المتقاعدين، بتعملوا نشاطات ما بعرف تلتقوا مع بعض؟ كم شخص انتم نلتقى؟ وهلا مثلا نهار الاثنين بعد يومين
عاملين غدا اذا بتحبوا تشوفونا. هيدا بمناسبه عيد المعلم او بمناسبه عيد المعلم. اوكي. هلا بنلتقي اجمالا شهريا مرتين نعمل اجتماعات، بس هلا اللي هلكنا انه مطالبه. هون بدي استفيد واقول لك شغله. نحن صرنا اعضاء فاعلين بمكتب التنسيق، ونحن عم ننسق بشكل كثير مهم مع رابطة الأساتذة التعليم الثانوي يلي هني بعدهم بالخدمة. لأنه عم تفهمنا نحن وياهم أنه أنتوا هلأ خلال أغلبية خلال سنة أو سنتين بترجعوا تشيروا لعنا، رح تشرفونا. هون بدي أقول لك شغلة. مثلا وقت اللي كانوا عم بينعمل الزودات ما الزودات وليك هلأ كيف كلهم سكتوا عنا ما حدا يجب سيرة، كانوا قالوا أنه بده يطلع شي 120% تقريبا الغلا 120%. اذا اخذتوا الزوجه؟ لا، انه اذا هلا بقول لك كمان وين. اوكي. نحن كانوا هاملين، كان طلع لنا نحن بتعرفي قديش؟ هلا انا انتم بتسالوا انا لازم اسال. 13%. ولا و13 مش حلوه يعني بالمره. قبل كان مشي. منيح طلع لكم 13. لا بس ما تقولي لا منيح، تسمحي لي احكي شوي غير شيء. تخيلي بدي اقول لك شغله، قديش كان حق برميل النفط؟ 130 دولار. مزبوط. صار 30 واقل. منيح. كل ما يطلع سنت كانت تقوم القيامات بالفران ومدري شو، ما هيك؟ عم ندفع كثير. مزبوط. نزلوا، نزل اكثر من 70%. عظيم. يعني من 130 ل 30 واقل. شو صار؟ عملوا لجنة التسعير، لجنة المازوت، لجنة الفران، وزارة ما بعرف شو، وزارة مدري شو. شو عملوا؟ زادوا لنا بالربطة قديش؟ رغيف قديش؟ كاتشي. كاتشي يعني إذا كاتشي عقياسكم، إذا كاتشي عقياسك بتطلع زيادة. لا منكم أنت. شو عملوا لنا؟ يعني شيء مش بلد مديون صرنا بال 100 مليار. قلت لك رغيف، أنه أخذت عقياسكم بال 100 مليار. مندفع حق زبالتنا تياخذوها. بتعرف هلا رغم سواد الموضوع عم تنظر للموضوع في ايجابيه، او الطريقه اللي عم تطرح في الموضوع عن ايجابيه وطريقته المهضومه مهضومه. الله يخليك. طيب هلا التنين ما رح تجتمعوا؟ لا بدي اعمل دعايه ما بنتغدى. لا نعمل اجتماع. لا نحن عندنا مركز، عطيونا مركز بوزارة التربية بزيت البناية مع رابطة التعليم الثانوي. بعد الاجتماع يعني مش صعب عليهم، من هون بيظهروا بيجوا لهون. يعني نفس الطابق. أوكي. لما هني أغلبيتهم زملائنا وأصحابنا. لا يعني مع أنه في وقت من الأوقات بيحرك شو في لا بالماضي مش هلا شلونا هني، ما بدهم يعطونا لأنه بياخذون هني، لانه كمان الدوله كيف بتعمل؟ مع احترامنا اذا بتذكر وقت عملوا لجنه ولجنه ثانيه ولجنه ثالثه وكان في مصاري اقل 1600 مليار، جمعوا الكل قعدوا وقسموا ال 1600 على بعضكم، دبروا حالكم. دبروا حالكم. شو كان؟ انه هولي مش نافعين ختيروا راحوا على المصلحه. قل العدد قد ما كبر المبلغ. يا جوزيف في رابطه لاساتذه التعليم المهني؟ في تنسيق بين بعض؟ في رابطه موجوده؟ يعني ما بعرف. نحن جداد، نحن جداد، ما كثير علاقتنا باتصال مباشر مع التعليم المهني، بس من خلال مكتب التنسيق نعم. من خلال مكتب التنسيق نعم. لانه يعني يمكن مطالبكم نفس الشيء بالنهايه. جامعتنا يعني بعد التقاعد جامعتنا المصيبه. جامعتنا المصيبه. طيب هولي شو الكتب يلي حدك؟ هلا هولي غير شيء، هولي جايب لك هني باردون بيرد انا. ما تغزيني مع جوال. مش مشكل. لا انا جبت كادولا. هيدا احد مؤلفاتي، ديكسيونير سيونس جزئين. هيدي من الآلة ال وهيدي ال ام للزد دو لافي اد لاتير. هول الكتب قديش لك بتحضر لهم؟ لا هول اعطيت شوي، هول اخذت عليهم جائزه رئيس الجمهوريه، وهيدا اخذ عليه جائزه سعيد عقل. مبروك. هيدول الله يرحم استاذ سعيد اعطاني جائزته، وهيدي اكبر فخر لإلي بهذا الموضوع. بتعلم بالمدرسه الابوتر بالرسول؟ نعم. هي اول سنه طلعت على 64. اوكي. طلعت على ال 64. هلا عم بعلم بالكسليك بالجامعه، وعم بعلم بالنظرات بالاشرفيه. هلا قبل ما نختم دكتور جوزيف، خلينا نقول انه يا ريت كل الناس
لو قد ما كانت مشاكلهم كبيرة بتعرف تعبر عنها بطريقتك، بتحس انه المشكلة بتصغر عن جد. يعني تقريبا نعم المشكلة شوي بتصغر على القليلة بنظر حملها يعني. حلو كتير وجهك بشوش صباحي. الله يخليك. بسطنا فيك كتير وصباحكم وان شاء الله كل نهاركم مثل الصباح يكون حلو. مرسي على الهدية. ونحن منتشكركم ومنقلكم انه هيدا البلد بلدنا لو شو ما كان ولو حلو. كل السيئات بدنا نعمل المستحيل وبدنا نعيش فيه ونضل فيه. يلا وان شاء الله مطالبكم تتحقق. اذا مش كلها الجزء الاكبر منه. لا كلها ان شاء الله. اذا عشنا انتم عم تعيشوا كثير. شكرا لك دكتور جوزيف مكرزي المسؤول الاعلامي برابطه اساتذه التعليم الثانوي المتقاعدين. نحن بنوجه لهم تحيه من خلالك. اهلا وسهلا. ماشي ممنون. نحن حلقتنا رح نختمها مع التقرير الرياضي. بكره اكيد حلقه جديده من برنامج اخبار الصباح. كونوا على الموعد على 7:30. قولي باي باي. باي باي. باي باي. باي باي. اثنيناتنا. شوفكم. بدأ نادي برشلونة الإسباني مبكرا قطع الطريق على من يرغبون في الحصول على خدمات الجوهر الأرجنتيني ليونيل ميسي يلي بينتهي عقده مع البرشا في العام 2018. اسم ميسي ارتبط مؤخرا بتكهنات صحفية بأنه البرغوث يمكن أن يتحول من الملاعب الإسبانية إلى إنجلترا وبالتحديد إلى نادي مانشستر سيتي الذي سيدرب بدءا من الموسم المقبل الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني الأسبق للعملاق الكتالوني والذي شهد ميسي معه بداية الانطلاق والتألق في قلعة كامب نو. ويعيش ميسي حاليا أفضل فتراته الفنية مع برشلونة في ظل تألقه إلى جانب الثنائي البرازيلي نيمار والأوروغوياني لويس سواريز، حيث يشكل الثلاثي أمأساء مصدر رعب لجميع المنافسين سواء في الدوري الإسباني الليغا أو دوري أبطال أوروبا، حيث تسعى فرقة المدرب لويس إنريكي للجمع بين الثلاثي الليغا كأس الملك ودوري الأبطال للموسم الثاني على التوالي. فقد كشف السكرتير الفني لنادي برشلونة روبرت فرنانديز النقاب عن مستقبل ميسي مع البرشا. وأكد فرنانديز في تصريحات لبرنامج استوديو استادياو يلي يذاع على التلفزيون الإسباني بأنه ميسي البالغ من العمر 28 سنة سيستمر في البرشلونة حتى العام 2021 على أقل تقدير. ووصف فرنانديز النجم الأرجنتيني بأنه أفضل لاعب كرة قدم في التاريخ وأشار إلى أنه يمر بلحظة غير مسبوقة في مستوى أدائه مع البرشا، وسيظل مع برشلونة لسنوات مقبلة نافيا ما يقول البعض بأنه ميسي يعاني من تراجع مستواه، مؤكدا أنه هذا غير حقيقي وأن النجم الأرجنتيني لا يزال أمامه الكثير ليقدم مستقبلا. وقال فرنانديز بأنه ميسي سيظل برشلوني حتى يتم الانتهاء من تجديد ملعب كامب نو بعد 5 سنوات من الآن. وأحرز ميسي 21 هدف لبرشلونة في الدوري الإسباني وبيحتل المركز الثالث في جدول الهدافين بعد البرتغالي كريستيانو رونالدو يلي معه 27 هدف ولويس سواريز 26. توجهت نجمة التنس الروسي ماريا شارابوفا بالشكر إلى الجماهير بعد المساندة الهائلة لها عبر شبكة الإنترنت بعد سقوطها في اختبارات الكشف عن المنشطات وثبات تعطيها لمدة عقد من الزمان لمادة تم حظرها مؤخرا. وقالت شارابوفا الفائزة بخمس ألقاب في بطولات الجراند سلام الأربعة الكبرى عبر حسابها الشخصي على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك: استيقظت صباح أمس ووجدت صندوق الرسائل الواردة مملوء عن آخره بالحب والتعاطف. في الوقت الحالي أشعر بالفخر بأنكم جماهيري. وأضافت: بعد ساعات من الإعلان أظهرتم لي الدعم والولاء، وهو شيء قد يحدث فقط عندما يكون الشخص في قمة مسيرته الاحترافية. أردت أن أعرفكم بأن كلماتكم الرائعة رسمت الابتسامة على وجهي. وأشارت: أود أن ألعب مجددا وأتمنى أن أحظى بهذه الفرصة، رسائلكم أعطتني دفعة هائلة. هذه الرسالة ليست لأي شيء سوى أن أقول من خلالها شكرا لكم جزيل الشكر لكم. وتنتظر شارابوفا بلغ من العمر 28 سنة المصنفة الأولى على العالم سابقا تحديد مصيرها بعد ما كشفت مساء الاثنين الماضي خلال مؤتمر صحفي بأنها كانت تتعاطى مادة الميلينيوم منذ العام 2006 بناء على تعليمات الطبيب قبل ما يتم حظر هذه المادة مطلع العام الجاري. يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لتدعيم صفوفه والتعاقد مع دول البوسني ميراليم بيانيتش نجم وسط فريق روما الإيطالي، ويرصد فريق العاصمة الفرنسية 50 مليون يورو لإتمام الصفقة في الميركاتو الصيفي المقبل. صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية أكدت أن رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان عرض على نادي روما تحويل إعارة المدافع الفرنسي لوكاس تيني إلى انتقال رسمي مع رحيل نجم وسط الفريق الباريسي أندريان رابيو إلى العاصمة الإيطالية، علاوة على 15 مليون يورو أيضا مقابل موافقة روما على انتقال بيانيتش. وذكرت الصحيفة الإيطالية أن هناك علاقة طيبة تجمع بين إدارتي فريقي العاصمتين الإيطالية والفرنسية، وأن عرض الخليفة بضم بيانيتش لباريس مقابل رابيو وديني و15 مليون يورو قد يلقى قبولا في روما نظرا لأفضلية العرض على العروض المقدمة من ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.
أعرب المكسيكي ستيبان جورتيريز سائق فريق هاس الجديد اللي رح ينافس هذا الموسم في بطولة العالم لسباقات السيارات الفورمولا واحد، أعرب عن ثقته بقدرته على المنافسة بقوة خلال نسخة البطولة في 2016. وقال جورتيريز: نأمل في أن تسير جميع الأمور على ما يرام وأن نتمتع بالقدرة على التنافس بفضل محركات فيراري. ويستعد جورتيريز البالغ من العمر 24 سنة لخوض أولى سباقات الموسم مع الفريق الأمريكي مع انطلاق سباق الجائزة الكبرى الأسترالي في 20 آذار مارس الجاري بمدينة ملبورن. وبعد ما شارك في نسخة البطولة عام 2015 كسائق احتياطي لفيراري، يبدو جوتيريز متحمس للعودة لحصد النقاط هذا الموسم. وأضاف السائق المكسيكي: هذا العام وهذه الفرصة مع هاس ستفتح أبوابا كثيرة في المستقبل، أنا أدرك هذا الأمر، ولكن ما سيصنع الفارق هو ما سنقوم به يوميا عن طريق العمل والإخلاص والتركيز 100% في هدفنا. وأعرب جوتيريز أيضا عن شعوره بالشغف كونه سيتمكن هذا العام من المشاركة في سباق الجائزة الكبرى المكسيكية اللي عاد ليشكل جزء من الفورمولا واحد في العام الماضي بعد غياب دام 23 سنة.